عليكم، انا فاطمه الملاليه، كنت في مراكش وجيت باش نرهن هنا. انا مطلقه وعندي 4 وليدات. دابا جيت انا لمراكش، جيت من مراكش، قلت كاينه الخدمه هنا، كاينه الخدمه في كازا، بغيت نعيش انا ولادي على ود العيش، على ود العيش. جيت لهنا قلت عند واحد صاحبتي الدرميله، ما عندي حد انا في كازا، انا مراه يتيمه، ما عنديش والدي الله يرحمهم، الخوت والخواتات كلها بدا في راسو. جيت انا الدرميله، بدتني عند السمسار، مشيت لعند السمسار، السمسار 15 يوم انا تنقول لي بغيت شي دار، تيقول لي كاينه هادي، بغيتيها ما بغيتيهاش ما كاينش. 12 مليون و10 الاف كرا، بقيت عليه، عجبتني الدار يلاه مسبوغه ومجلجه على الغش كاين لداخل. الواد الحار 20 عام قالوا لي الجيران هو تيتفرقع، انا دابا وحله، ولادي تيعيشوا في هذاك الخنز ديال الواد الحار. ولكن النهار الاول فاش جيتي ما لقيتيش عاديه، ما باينة حتى حاجه. تسكننا عدا بشهر هو يتقال له هذا الشيء، دابا 4 شهور ونص. ملي تنخلصوا في الكرا تيقول لي، تندي لي 10 الاف ديال الكرا، تيقول لي دابا نعطيك التوصيل. تنقول انا ما عندي فين تلاح الزنقرة، انا رانا حطيت 12 مليون. فاش مشينا انجليزي وفي المقاطعة ما عطاش ديك الورقة ديال الدار في الدفتر ديال الجيليزاسيون، ما عطاش ديك الورقة ديال الدفتر اللي غادي الدار في الجيليزاسيون. صابني مراه جوله وعديني تامه وما عنديش اللي يكون في كتافي وحقرني. حقرني ما صابش اللي غادي يكون في جنبي، ما عندي لا راجل لا والو. انا دابا دخلنا 5 دقائق راه بغيت نهرب. والليل ما عندكش تنبقى برا حتى تيضرنا في السمر وتنهربوا. انا وليداتي دابا السنصار ملي تنجي لعندو قال لي هاد الدار هي اللي كاينه، جاب لي لعندو نصب عليا هو مول الدار الحنفي محمد الزنقه 12 في درميله، والحنفي هو مول الدار مشروكها مع صاحبو، صيفط لي الوكاله من اكادير. دابا انا نصبو عليا وانا تنعيش في هاد الخنز، ما تحركش هو كاع، مشى هو مشيت تنطلبو، مشى هو دعاني. مشى هو دعاني، دعاني عند البوليس قال لهم تجي تتغوت عليا. انا قلت ليه، انا راه مضروره جيت تشوفوا، قالوا لي سير للكوميساريه ما شغلناش حنا. هو الدار عارف البوليس وكلام ورهنها 12 مليون وتيشد الكراش 3 شهور ونص. دابا ملي جراو عليا البوليس، شدوا لاكارت وجراو عليا البوليس، ما عطاوني حتى حق، هو اللي مشى دعاني وعايرني قدامهم. وناض واحد جالس في الكرسي من بعيد نقص قال لي اي هي عايرتيها، دابا قلت لها غنشد على ابوك. وبقاو تيتسايسوا معاه وقالوا لي سير صلح ليها، وجاو وقعد في حانوته، هو الحانوت خياط ورا الدار حدا الدار بوشعيب الدكالي بالزنقه 28 الدار 12. حنا ما عنديش فين ندي ولادي، ما عنديش ولادي الهربين ليا على الزنقه غادي يتشردوا، ولاو عينيهم حمرين بالخل. واش نصب عليا 12 مليون؟ انا ما نسحبش الدار، تسيل من السقف، تسيل من السقف الا كبوا الماء الناس اللي ساكنين الفوق، والواد الحار راه تسيل حتى للسقف، ها هو الاوامر. ودابا ما عطاوني حتى حل، جات الشرطه الاداريه جوج مرات، درت استدعاء انا، دار القايد استدعاء، جاو قالوا لي غادي يصلح ليك، مشاو في حالاتهم بلا خيط لا بخيط. هما مشاو في حالاتهم، انا عشت في هاد الكارثه. انا دابا تنطالب بالحم السي الحموشي وكيل الملك وسيدنا محمد السادس يعطيني حقي، يا رب غلب عليا، صابني انتي ما عايشه هكا، راه الجيران كلشي بغا
لقيتهم دابا هما موجودين يجيدو. كيفاش داير الحالة النفسية ديالها؟ حالتنا النفسية ما بقاتش حالة. الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. انا وليداتي تكرفصنا. انا كنت نخدم في المسمن في مراكش وكندير كروسة ديال الحريرة، كنخرج للشارع العام، شارع مواطن، كلشي تنبيع رجلي، تنجيب داك الشويه، تنجمع صبره في العرا والحفا والجوع والعطش، وجمعت داك الشويه باش تنتمنى نشري شي دويره السكن لوليداتي. وصدقت جيت لهنا، صدقت لهنا نصبوا عليا، داو ليا 12 مليون. طلعت لولادي باش شتات الشي راه ما هادشي اللي تتشوف راه هو باش نعيشو 4 شهور ونص دابا، هو شد وتنخلص الكرا مازال، انا ما خداماش دابا. ما تعطينيش الروسي، ما تعطينيش الطوزين. سولتي على هاد الدار من قبل الناس كيفاش كانوا عايشين هنا؟ ما سولتش، ما تيخليني السنسار نتفاوت، كيشد لي السنسار كيحضني حتى تمشي معاه، حتى تمشي في حالي، ما خلانيش نسول الزنقه ما طاحتش. عطيتو طلب ليا 80,000 ريال، عطيتو 20 بزز بالطليب والرغيف حتى شد من عندي 20، عندي شهود جابني لها في كارثة هادي. ساكنين دابا في وسط الواد الحار وفي وسط القادوس، تنشمو الريحة، ولينا مرض نفسانيين، الحساسية، عيني ما حمرت نفخو، وليت عايشة في الزنقة أنا وولادي، ما تندخلوش، وتنخلصو الكرا مازال. أنا ما خداماش، بنتي خدامة بالفينيسيو، تتشد 24,000 ريال ديما ندي ليه 10,000، 12,000 تنخلص 4,000 فيها الما والضو، تتشد ليا 8,000 تنصرفها على ولادي. حسيت براسي محقورة، 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 تحقرت تحقرت اليتيمة. انا والدي ميتين، ما عنديش خوتي، كل الدار مرته ولاده، انا بنت